لدى استقبال سموه لكبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت بفضل توجيهات قياداتها الحكيمة في ترسيخ أسس نهضة صحية حديثة ومتطورة انعكست نتائجها الطبية على المواطنين والمقيمين. ودوه سموه إلى أن دول المجلس انطلقت من ذلك من إدراكها بأن الوصول إلى أعلى مستويات التطور في القطاع الصحي يعد مؤشرا هاما في قياس مدى نجاح جهودها على الصعيد بالتنمية بمختلف أشكالها، ولذلك لم تبخل دول المجلس في توفير الميزانيات اللازمة للارتقاء بالقطاع الصحي. وقال سموه: علينا أن نواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في المجال الصحي، لا سيما وأن لدينا ولله الحمد البنية التحتية الحديثة والمنشآت الصحية المتطورة في كل أنواع العلاج والرعاية الطبية. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم كبار الشخصيات الدولية والعربية والخليجية المشاركين في المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي الذي تستضيفه مملكة البحرين على مدى يومين، برعاية كريمة من سموه وبتنظيم من المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة. وخلال اللقاء رحب سموه بتواجد هذه النخبة المتميزة من المسؤولين والخبراء في قطاع الصحة في مملكة البحرين، معربا سموه عن تطلعه إلى أن تلبي نتائج وتوصيات المؤتمر تطلعات المشاركين من خلال تبادل الخبرات والتجارب التي تعزز من جهود الدول في مجال الضمان الصحي. وأكد سموه أن مملكة البحرين تقدمت كثيرا في المجال الصحي، وأنها تسير وفق منهجية عنوانها الصحة أولا لكل إنسان، فهي تقدم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم في المملكة، وهذا ما لا يوجد في الكثير من بلدان العالم. ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على تبني المبادرات والأفكار التي تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في كل ما يتعلق بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن الضمان الصحي يشغل أولوية في خطط تطوير الرعاية الصحية في المملكة. وأشار سموه في هذا الصدد إلى إقرار البحرين لقانون الضمان الصحي والذي يشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمملكة بما اشتمل عليه من مواد عصرية تلبي متطلبات المجتمع وتدعم تقديم خدمات صحية متطورة ومستدامة. وأكد سموه أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الهام في دورته الأولى يؤكد مدى الثقة في الإمكانيات التي تتمتع بها المملكة والتي جعلتها الموقع الأمثل لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة. ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى عقد مزيد من الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة بالمجال الصحي لما لها من أهمية في تعريف العالم بما وصلنا إليه من تطور ليس فقط في المجال الصحي وإنما في كل المجالات. وخاطب سموه الحضور قائلا: إن مشاركتكم اليوم مهمة، وجميع المواضيع التي طرحتموها في المؤتمر تمثل أولوية في مساعي تطوير النظام الصحي، وسنستمر في التعاون معكم في كل ما يسهم في خدمة الصحة بدولنا وشعوبنا. It is my special honor and great privilege to humbly accept His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa Sustainable Development Award. Your Royal Highness, please allow me to take this opportunity to thank the people and Kingdom of Bahrain for welcoming me in this beautiful country this time again. In fact, Bahrain has a special place in my heart as it was one of your great diplomats, Sheikh Haya Rashad Al Khalifa, who administered the oath when I was sworn in as Secretary General of the United Nations in December 2006. She was the president of
the General Assembly of the United Nations, the third women, only third women who took this highest position in the United Nations. That day, I pledged to execute my leadership duties by acting, I quote, as a harmonizer and a bridge builder to build a more peaceful, more prosperous, and more just world for succeeding generations, unquote. Thus, Bahrain was there as an official witness to the driving goals I outlined for my tenure as Secretary General on my very first day in my office. In turn, I was proud to have been a witness to Bahrain's commitment to the goals and ideals of the United Nations for the following 10 years and beyond. من جانبهم أعرب المشاركون في المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله بوضع الفعالية تحت رعايته الكريمة، وهو الأمر الذي شكل عنصر قوة ونجاح كبيرين للمؤتمر، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة سموه في الاهتمام بالقطاع الصحي والتي نتج عنها تميز خدمات الرعاية الصحية والطبية في البحرين، وأشادوا بحسن تنظيم المملكة للمؤتمر الذي جاء بمبادرة منها كأول مؤتمر من نوعه يعقد في العالم في هذا المجال، وهو ما يؤكد اهتمام المملكة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشكل خاص بقضايا الصحة. ورأوا أن المؤتمر يعد بادرة تحسب لمملكة البحرين التي سيكون لها الريادة في هذه المؤتمرات، لا سيما وأن المؤتمر يحضره كبار الشخصيات في مجال الصحة عالميا ويناقش العديد من الموضوعات الصحية الهامة. وأكدوا أن اهتمام مملكة البحرين بالقطاع الصحي يحظى بكل التقدير، وأن جميع المشاركين في المؤتمر يسيرون في تطابق مع توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورؤيته الحكيمة الداعمة لأهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الصحة.